هندخل لمسألة العفوية والتلقائية. احنا كل فترة نحاول يعني قدر المستطاع انه عشان ايضا نخفف الاوضاع شوي والاجواء اللي احيانا تبدو فيها قلق كثير. اليوم ايضا الزميل نايف مشهور اللي للمرة العاشرة اشكره حقيقة على جهده، يعني الشباب حقيقة في جدة هالايام فعلا ما قصروا. نايف مشهور راح جلسة ديوانية في الهنداوية فيها مجموعة اتحاديين ومجموعة أهلاويين كبار المشجعين، معروفين يمكن عند بعض المشجعين حريقة وسامحونا، أسماء كذا معروفة. فجلس معهم جلسة كذا خفيفة فيها دردشة، حنخليها احنا حتى بدون مونتاج، في الغالب هي بدون مونتاج على عفويتها، سنتابعها في جزئين. خلينا نشوف الجزء الأول. والله شوف، طول ما انت عندك أسامة وعندك أبو نورهان ما حتخاف، أدل الاثنين يعني لو حتى لو راح المنتخب بيفيد المنتخب، فما بالك لما يلعبوا في الاتحاد، يعني ان شاء الله ما بيخوفوا. بس ايش اللي ما خوفوا؟ والله ما في احد بده، ما في مشكله، الميدان يا حميدان ما كان في عماد ولا كان في رطب، انت تحكم حواليها. انا احنا لعبنا قدام نحن لعبنا قدام الاتحاد. هذه عادت ايام الاربعاء. اسمع مني اقول لك حاجه، انا اقول لك حاجه اقول لك حاجه انت اكثر من كم مره انا سالتك السؤال ده، اكثر من كم مره قلت لك على فريقنا كيف فريق. انا اشوف خلينا من كل شيء. انا بسالك دحين، ايوه اقول لك ابو نورهان، انا اقول لك ابو نورهان، اذا انت رضيت ولا ما رضيت اقول لك ابو نورهان لازم. دحين اسمع مني، قبل كم يوم احد القنوات جاء واحد مشجع اهلاوي كان يقول نحن خلينا السعران ورحنا للفرسان وجينا لابو نورهان. انا اقول لك حاجه، خذ مني، هو دحين جاب السعران وجاب الفرسان وراح لمين؟ لابو نورهان. انا اقول لك لو ما ضارب حساب لابو نورهان ما كان قال الكلام ده، لو ما كان ضارب حساب لابو نورهان ما في مشكله. الميدان يا حميدان أقول يا كابتن يحيى الله يطول في عمرك، نحن كاتحادية متفائلين، لا السفاح ولا طالما النمور والجمهور عاد تعرف إن شاء الله. قال حبايبنا قال حمان الزاريح، قال حمان الزاريح إن شاء الله كمال. والله يا حبيبي الجمعة هذه إن شاء الله المباراة هذه حق الجمعة تختلف عن أي مباراة لعبت ضد الأهلي. على كل حال الأهلي عنده هجوم يا جماعة الخير، خلينا نتكلم بالمنطق. ابو نوراني انا انبسط لما يلعب ابو نوراني، ابو نوراني خساره على الاتحاد، امسك الكوره يحوسها يا والله، امسك الكوره يحوسها والله يا ابو نوراني. ابو نوراني هذا ابو نوراني ذاكرنا ايام عثمان مرزوق يا رجل والله ذاكرنا، والله ديتو ان شاء الله برات الله، والله ديتو والله. العجينه اللي بتتكلم عليها هذه هي اللي تطلع لك الخبز وتديك عضلات يا عباس. العجينه انت بتقول العجينه، انت تعرف العجينه موت الكوره. انت بتتكلم عن العجينه دحين صح؟ انت لاعب نجم محمد نور، نجم ولاعب كبير بحوسه الكوره هذه بيسوي عمايل لا تغلط يا عباس، محمد نور مو لاعب كيف تنبسط؟ قلبك ارجف يا عباس، قلبك ارجف والله، بالعكس كوره من محمد نور على الباب، انت الباب لا الاتحاد فريق كبير والاهلي فريق كبير، يا سلام عليك، سامحوني الفريقين يعني ما تتوقع مين يفوز. يا سلام، نحن نتمنى الاهلي يفوز، نتمنى الاتحاد يفوز، هم من حقهم يتمنوا، يقول ابو نوران يقول محمد نور يقول، نحن عندنا رجاجيل في الملعب 11 لاعب، هم عندهم 11 لاعب. انت هضمت حقه ما قبلت وجهه نظري وانت قلت كلامك. نقاش حاد بالتأكيد، ولكنه يظل على فكرة هذول كلهم أبناء حارة واحدة، يعني مو يعرفون بعضهم في حارة واحدة وجمعهم. طبعا النايف مشهور ترك مهمة إدارة الحوار لزميل
او الكابتن يحيى عامر لاعب المعروف بالتاكيد هو اللي جمعهم في مكان واحد.